هتكلم عن موضوع جمع طرود النحل. بيلاحظ ان بعض الطرود ممكن تخرج من خلايا المنحل لأسباب كتيرة، وبالتالي خروج الطرود بيعتبر خسارة للنحال، لأنه بيخسر كمية من النحل وبيخسر بعض الملكات اللي هي بتخرج مع الطرود، وبالتالي لابد من جمع الطرود ديت. أحيانا الطرود بتخرج لمكان قريب، ممكن شجرة قريبة، وأحيانا بتكون في أماكن بعيدة. بشكل عام بيفضل إن يعني ترك بعض الصناديق الفارغة بداخل المنحل لجمع الطرود. بنلاحظ إن الطرد الجديد اللي بيبقى لسه خارج من الخلايا لا يميل لعملية اللسع، لأنه بيبقى متغذي على كمية وفيرة من العسل، وفي نفس الوقت لا توجد حضنة، يعني بيبقى عبارة عن مجموعة من الشغالات ومعاهم الملك، وبالتالي ميل النحل ده للسع بيكون ضعيف جدا، يعني التعامل معاه بيكون بسهولة زي الشكل كده، ما نلاقيش النحل يميل لأي سلوك عدواني. فالطرود اللي بتخرج ديت ممكن جمعها وتسكنها في الخلايا بعدة طرق، طبعا بتختلف الطريقة حسب مكان الطرد. فإذا كان الطرد قريب، يعني على فرع شجرة قريب زي الشكل كده، ممكن أجيب كيس من القماش أو كيس بلاستيك وأجمع فيه النحل، ثم أسكن النحل دوت في خلية خشبية. شوف هنا النحال بيعمل جمع للنحل دوت في كيس، طبعا الحاجة المتاحة ممكن تجمعه في قناع مثلا قديم تجمع فيه النحل، وبتاخد النحل دوت تنفضه كويس بحيث تجمع أكبر كمية من النحل بجانب طبعا الملكة، وتسكن النحل في صندوق فارغ. بعد كده تحط له إطار حضنة صغيرة وإطار تغذية أو برواز تغذية وبرواز حضنة، ويتم الاعتناء بيه. نشوف هنا برضو طريقة تانية زي استخدام الكرتونة أو صندوق خشب صغير، وبهز فرع الخشب ده بحيث إن النحل ينزل بداخل الصندوق. برضو دي طريقة من الطرق السهلة لو أمكن الوصول للطرد، يعني هنا الطرد من الممكن تحريكه والوصول إليه. لاحظ العملية رغم كمية النحل الكبيرة بس مفيش هجوم من النحل، لأن بيبقى الطرد يعني عنده غذاء وفير، هو بيبقى متغذي الشغالات وشبعانة. يعني شوف هنا الطرد جوه كرتونة، بعد كده بيتعمل تسكين للطرد دوت. شوف برضه طريقة تانية هنا من على فرع شجرة، وبيجيبه بسلم وبيهز الفروع بحيث انه يجمع طرود النحل. بعض الدول الأوروبية بيخرج كمية ضخمة من طرود النحل، لأن الخلايا بتبقى قوية، خلية ممكن تصل إلى 5 صناديق، فالطرد اللي بيخرج بيبقى كمية كبيرة جدا من النحل. دايما يفضل إن الصندوق اللي بيستخدم في جمع الطرد يبقى فيه برواز حضنة صغير وغذاء، بحيث ان الطرد يسكن جوه الصندوق. طالما في حضنة صغيرة النحل لا يترك الصندوق وبيجتمع حوالين الحضنة دي. شوف هنا برضو عملية نفض النحل بداخل صندوق خشب. ممكن برضو لو الفرع، يعني ممكن قطع الفرع، يعني كامل الفرع النباتي يتقطع ويتحط في صندوق، ممكن يعني دي احد طرق برضو تسكين الطرود على حسب موقع الطرد. هنا قطع الفرع النباتي كله بمقص وخد الفرع ونفض النحل داخل صندوق خشبي، دي برضو طريقة ممكنة لعملية تسكين الطرود.
برضو هنا عملية النفض، والعملية بهدوء وبسهولة. شوف طريقة برضو تسكين الطرد دوت، جاب صندوق جديد فيه براويز وبيتعمل نفض للنحل داخل الصندوق. في برضو من ضمن الطرق ان انا اجهز صناديق صغيرة سعر 3 اقراص زي اللي قدامنا كده، صندوق صغير خالص ويتحط فيه برواز فيه غذاء واخر للحضنة. بعد كده اخد الصندوق دوت واحطه بالقرب من موقع الطرد، دي في حالة اللي هي الطرود البعيدة، واحطه بالقرب من موقع الطرد لو الطرد بعيد على شجرة عالية، بحيث ان النحل السارح يستدل على مكان الصندوق ويسكن الصندوق. غالبا الحكاية دي بتستغرق بعض الوقت، يعني لو حطيت له صندوق جمع طرود وسبته بيستغرق تقريبا من 2 لـ3 ساعات عبل النحل ما يبتدي يتجمع ويدخل بشكل طبيعي داخل الصندوق. برضو من ضمن الطرق ان اجيب برواز به غذاء، وفي بعض الحضنة، واحطه بالقرب من النحل بحيث ان النحل يتجمع عليه. يعني هنا انا مش هعمل نفض للنحل، يعني لو في صعوبة في عملية نفض النحل فبسيب النحل يتجمع هو بشكل طبيعي زي الشكل كده، واجي واخد البرواز حطه في الصندوق الخشبي. احيانا بيبقى فيه طرود على مسافات كبيرة جدا زي الشكل اللي قدامنا، نلاقي الطرد في قمة شجرة. في الحالة دي بجهز صندوق فيه براويز واحط الصندوق على قرب من النحل او على الارض. بعد كده بعمل ازعاج للنحل دوت، يعني النحل اللي موجود فوق ممكن اعمل له ازعاج بواسطة خشبة مثلا طويلة، او يعني ازعجه بطريقة ما بحيث ان النحل يعني يطير من مكانه. ممكن حجرة صغيرة تلقى عليه بحيث ان النحل يطير حوالين المكان فيستكشف موضع الصندوق ويدخل في الصندوق الموجود. يعني تحط صندوق تجهزه، ولما يحصل عملية ازعاج للنحل يبتدي النحل السارح يدور على مكان بديل فيجد الصندوق المزود بالاقراص وينتقل له، برضو زي الشكل كده. في برضه طريقة تانية اللي هي الحبل بقى، تجيب حبل طويل بالطريقة ديت. يعني في أمريكا الحكاية دي بتحصل في الغابات برضه، يجيب حبل طويل ويحاول يعلقه على فروع الشجر العالية، يرميه كده من الأرض لفرع الشجر العالي ويهز الفروع وهو على الأرض، ويحط على الأرض مجموعة من الصناديق الخشبية المزودة برضه بأقراص تغذية وحضنة بحيث النحل ينزل. لاحظ هنا كمية النحل ضخمة، كمية كبيرة جدا من النحل اللي هو خرج في الطرد. برضو احيانا الطرود بتطلع في اماكن غريبة، يعني ممكن يتجمع على سيارة مثلا زي الشكل كده، فيتم جمعه بفرشة او برواز في عسل مثلا يوضع عليه بحيث يتجمع النحل وينزل في صندوق. لاحظ هنا ان الطرد ممكن يبقى على الارض، فهنا بيجيبوا كرتونة مرشوشة محلول سكري وتتساب قدام النحل بحيث يدخل النحل بشكل طبيعي يزحف بداخل الكرتونة ويتم تجميع النحل من الارض. ممكن طرد النحل يبقى جوه جذع شجرة، والجذع ده لو امكن قطعه يبقى كويس بحيث يقطع الجذع وبعد كده يتم جمع الاقراص وتتنقل الى صندوق. يعني هنا قطع جذع الشجرة وابتدى ياخد الاقراص ويحطها في صندوق. احيانا بيكون جوه شجرة وصعب قطعها زي الشكل كده، تلاقي النحل دخل جوه شق في الجذع بتاع الشجره ديت،
وصعب ان قطع الشجره، فبيتم وضع صندوق امام النحل في بلاويز حضنه صغيره، ودي مهمه جدا لجذب النحل وبرواز غذاء، وبيطلق النحل ان هو ينجذب الى الصندوق بشكل بطيء. في برضه طريقه تانية، لو النحل جوه شق في الحيطه مثلا، ممكن احط يعني قمع على مدخل العش، اسد كل الفتحات واسيب يعني قمع صغير، بحيث النحل يخرج منه ولا يعود مره اخرى الى داخل الشق دوت. وبيكون قدام القمع ده صندوق وفي بعض الاقراص الشمعيه، بحيث النحل اللي هيخرج وما يعرفش يرجع تاني ما قدامهوش غير القرص الشمعي، القرص الصندوق، فيتجمع داخل الصندوق. دي برضو احد الطرق. شوف هنا برضو الطريقه ديت، لاحظ هنا هو عمل قمع على شجره، ثبت هو القمع دوت بدبابيس، طبعا النحل ما عرفش يرجع تاني للعش، وجنب الكلام ده حاطط هو صندوق اهو. فالنحل يطلع من الشق اللي هو القمع ده، يطير من القمع وما يعرفش يرجع تاني للخليه بتاعته، ما قدامهوش غير الصندوق الخشبي بيتجمع فيه. فدي بيسموها طريقه تضييق مدخل الطرد، المكان اللي الطرد موجود فيه بنضيق المدخل بقدر الامكان، بحيث النحل يخرج تدريجيا الى الصندوق الجانبي. من ضمن برضو الطرق اللي هي عملية الشفط، يعني برضو لو في نحل جوه شق او جزء او جوه جزء شجرة، ممكن اعمل شفط للطرد بواسطة جهاز عامل زي المكنسة الكهربائية كده، بيتجاب هنا الخرطوم ويتشفط النحل جوه الصندوق مباشرة، جهاز شفط. شوف هنا بيعمل شفط للنحل، وطبعا لو في نحل جوه جزء شجرة وانا عايز اجمعه، برضه احط الجهاز ده قدام فتحة الطرد وبيتم شفط النحل الموجود ونقله الى الصندوق، عملية اللي هي السحب. برضه من الحاجات المهمة ان تكون الملكة موجودة مع النحل بتاع الطرد، ولابد من فحص الطرد بعد كده، بحيث ان لو الملكة فقدت لسبب ما يتم تعويض الطرد بملكة جديدة. وبرضه لابد من وضع اقراص حضنه صغيره علشان الطرد يسكن في الصندوق. طول ما في حضنه صغيره اللي هي يرقات صغيره، طول ما النحل بيرتبط بهذه اليرقات ولا يتركها. وبالتالي نلاحظ ان لابد من التاكد من وجود الملكه مع الطرد بعد جمع الطرود، لابد من وفره الاقراص اللي بيها يرقات صغيره عشان النحل يسكن بداخل الصندوق الجديد، واهم شيء برضو موضوع الغذاء والرعايه المناسبه. وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.